أقول أبو راشد، ما دريت إن أبو مبارك يحب حصة ويا بيتزوجها. أي حصة؟ أي أبو مبارك؟ حصة بنت أختي أم سالم، وأبو مبارك أبو ريال أختها فضة. إيه صجعات؟ والله هذا اللي سمعته من جنتك، وهم الإيران فضة اليوم راحت لها سكينة، قلبها وارم، خرت الأولي والتالي. صجعات؟ حصة؟ حلبة زر؟ نسى عمره هذا. الريال ما يعيبه عمره، بس هو مربيها مثل بنته ومرتذبة. بس أنا ما أدري شلون أختي الله يهداها ساكتة عن هالسالفة هذه. لا يبا ما يصير، ما يصير. أكيد هي من كثر نجرتها مع أختها، عرفتي؟ وشافت معاملة مبارك لها فاحترت. لشينها هي تشوف نفسها مثل بنته، مرت ولده يعني حسبت بنته. أبو مبارك ها قلبه متعلق بحصه. أنت نسيتي قبل يوم منها ياهل يحطها على شتوفة ويطلع تمشي فيها بالسكة؟ لا 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 لا، هذه سالفة ما تصير. وانتو هي قضبوا لسانكم وعن الهذرة فيها. وأنا بعد قلت كذي، أبو مبارك ريال عقله كبير ما يسويها. مثل ما قلت لك هي إيه محترة. وانتي بعد شو قاعدش؟ قومي روحي نامي. ما قطيتي الصخره اللي على شبدش علي وافتكيتي؟ بعد شو قاعدش؟ قومي قومي قومي. ايش فيك احتريت؟ اقول اتحقق مبارك يسويها؟ والله ما ادري، ريال والريال مرات اجا فيه الصواب. والله يا يعني سواها بمبارك بيكبر بعيني. سبتك منت ياي شلون ماي؟ وانا عندي سوالف شوق، عندي حكي وايد، لولا الصبح قاعد اسولف لك ما تخلص. متى انا قاعد نسولفها؟ ما ادري ايش اقول لك، ما ادري، بس قريب ان شاء الله قريب. هاج يحب له شوكليت يا بعد عمري. حصيص غني لي عاد، غني مشتيها اسمع اغناك. شلون اغني لك؟ بيسمعونا
الصوت بالليل يسري. اغناك اغناك يسري بقلبي. ايوه غني بالعدال بالعدال بسمعك. يا صوت فات من الشهر 25 ما شفت خلي ما شفت خلي خايف عليه من الخطر بين البساتين شرقي حوالي شرقي حوالي سعود. قوم يمه سعود، قوم يمه، قوم اغسل وجهك ويب خبز من خباز وباجله واخذ المنه وياك. زين يلا يلا بسرعه قوم. وفي غيري انا بالبيت كله راح اروح. ما تبريوك؟ لا. هلا مبارك. شلونك؟ الله يسلمك. هلا توصلني معاك؟ حياك. اركب اركب. مشكور. وين تبي اوصلك؟ انا كنت ناطرك لاني كنت ابيك بسالفه. خير؟ شو السالفه؟ ما ادري ايش اقول لك. السالفه تفشل. خرعتني يا اخوي. قول شو السالفه؟ صدق انه ابوك يبي اخت مرتك. ايش قلت؟ والله هذا اللي سمعته من مرتي. من قايل لها؟ مرتي قالت لها، واذا السالفه صج تراهي مو حلوه. مو يقولون ابوها مات ما وراها ظهر، ولا ينسى فرق السن بينهم والعشره. انت غلطان يا راشد، أبوي مو ياهل.
والله إذا يفكر بهالشيء بالعون ياهل وأردم الياهل. عن الغلط عادي راشد، قول له أبوك ترى وراها ريايل يعرفون يوقفونها عند حده، وإذا هالشيء في بالها ترى أقصبها قدامكم وادفنها. يا جلية الحياة يا اللي ما تستحين على وجهك، منو؟ أنا بطل الباب. ما تبطلين؟ زين ايش فيك؟ دشوا. ايش اللي جابك؟ وين أروح؟ وين أولي؟ لو عندي مكان ثاني كان ما شفت رقعت ويهي. هاو ايش فيك؟ ايش قلت انا الحين؟ ادري ادري سكت فيكم الدنيا من شفتوني، لكن والله ثم والله لو كان عندي مكان ثاني كان ما جيت. تفضل. اي جليلة الحياة الحين تدشين حتى سلام ما تسلمين، وما مداني اقول كلمة لو هبيتي فيني، والحين تطيحين بحضن. ها ما يخالف يما، ما يخالف، خالتي ام مبارك هم امنا. امشي يما امشي امشي. لا انا بقعد هني بس، واللي سلمتش يا خالتي انتي روحي بيتك. زين قولي لي ايش فيك؟ ما بيقول شيء، خليني بروحي واللي سلمج. بس انا وعيالي وين بنقعد؟ البيت كله دارين وديوانيه، قاعده في الديوانيه. ليش سويت كذي؟ ليش؟ بس هم هي غلطانة، تبي تفضحنا قدام الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يهداك يا يبا، عفستنا عفستنا الله يصلحك. Thank you.
الله يبك يا مبارك. يا رب ايش هالقدره اللي صابتنا كله وسبه جهالتك يا سعود. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا مرحبا. ها ايش في مبارك لحين ما بطل؟ هذا المطارق. اصبر نعطيك بعد مسامير. وهذه مسامير وزياده. يلا يلا. شكرا عمي. ايش تراني؟ هذا ثلاث ربيات. مبارك الله يهداه. يلا مشكور عمي. حياك الله يبا. الشاي لا يبرد عمي. حطه حطه حط حط الشاي مكانه. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا هلا. حيا الله ابو مزعل. الله يحييك. عسى ما شاء الله. عسى مو صاير شيء. ما في شيء. ها مبارك ما اشوفه. وين مبارك؟ مبارك الله يهدى. هذه نيت من الصبح ما لقيته. بطلت الدكان بروحي. عدل عدل. انا اقول انا شفته طالع من الفريج رايح صوب البحر. زين انا ادي ابي يرد علي ما رد علي. بعدين شكله يضيق الخلق يكسر الخاطر ما ادري ايش فيه. ها صباح الله خير. رايح البحر شو مودي؟ ما ادري. قلت اي دكان اشوف اسال عسى بس مو صاير شيء. ما ادري ايش صاير. تدري ابو مزعل؟ بروح البيت بروح ادوره بشوف ايش صاير في الصبي. يلا يبا يلا يلا توكل يلا. بيت ابوها. نادي هيما. اهدى يما اهدى وادحر الشيطان. يما ناديها. على امرك. وين فضة؟ هناك. فضة؟ فضة؟ خير خالتي. رايلك يبيك بعد يبيها عقب اللي سواه. ما حد له شغل بسالفتي انا ورايلي. لا انت ولا بنتك. ليه ما تصكك الشرها علي انا؟ خليه يعلى يشتلك ان شاء الله. مسالم اكسر الشر. ما له داعي هالكلام. امشي
امشي شوفي حل اموركم. خالتي ماني جايه، قولي لي اذا تزورك دي. طلاق؟ ينت هذه؟ اهدي اهدي بالكلمة الطيبة تنحل الأمور. عيشت وأنا أقول كلمة طيبة وحكي حلو إلا متى؟ إيش فيكم؟ إيش اللي صاير؟ إيش فيكم؟ فضة وريلها مختلفين. مرتي تبي الطلاق. شنو؟ طلاق؟ ايه الطلاق. جنت هذي؟ كلنا بنستخف. زين علموني، شو اللي صاير؟ اللي صاير ان احنا انفضحنا وصرنا علش بحلوج الناس. شنو العيب اللي سويناه حتى ننفضح؟ عيبنا الوحيد وحده، اسمها حصة. نادوها لي ولا خلي مسالم تدخل دارها. أنا سالفتي مع مبارك مو مع عمي. فضلت شمتي في جهد. تعالي حاجي وقولي اللي بخاطرك. وش حقه تساسرون؟ عدوان احنا؟ إيه ما فضة مكانك موني. مكانك بيتك مع رايلك وعيالك. يلا يما. يرضيك مديدة علي؟ لا عاد لا امسخت. ايش حقه تساسرون في بيتي؟ عادي النغر ما دام النغر ايش حقه يا عيتنا؟ ها روحي بيت هلج بيت امك حمده. هذا مو بشر، شلون بتقعدين معه؟ يلا يلا. يبا إذا شايلة بخاطرك مصوبي تحكي. إيش سويت لأبوي أنت معاه؟ دم برقبتك أنت معاه؟ يلا ونعم الوكيل. فضة أرد معك لكن إياك تمد يدك مرة ثانية وهالبيتين بتجيب بروحك. أنا هالسكة ما أمرها. عيوني أوسع لك من البيت يلا. شنو عفسلي؟ يليتي يا مرأي يليتي انتي؟
حتى ما نعرف السالفه شنو هي. شقوق شقيت شقيت يبي وطلعت شفت عيبي. دلفي عويه دلفي، ما حد قوى باسم غيرك انت. سمعي، انا حشمت هاي الجرعيلها ولا كان دستها بريولي. ريالي مبارك، شوفي عاد احشمي نفسك وقضمي لسانك احسن لك. اشوف طالت شمخت والكل قام لي تطاول علي. سمعيني، قولي لولدك مرته ان سمعت واحد فتح حلجه رفجة على رقبتي لذبحه. والله السالفة كبرت يا ابو مزعل وما ادري ايش اسوي، وعدة امها باقي عليها وايد. ها يعني انت معزل؟ ايه، وانا بذني مالي. اقول ابو مزعل، الحين ام مزعل كبرت بدش وحدة بقلبك؟ ومن قال لك هي صغيرة؟ ترى ام مزعل كبر مرتك، ولو والله قاسم وياي مزعل مبكر كان الحين كبر مبارك. صدقت، أنا ما بدل أم مزعل لو يعطوني بنت قمر، هذه طويلة الربعة معاي، يعني خدمتني وما قصرت معاي، يزاها إني آخذ واحدة عليها. من هو؟ بطل الباب يا بنت العم، معي عمي وعمتي وأمي. يا ربي ما ياول لو إحنا بهالحوسة. هلا هلا، مرحبا. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا عمي، شلونك؟ الله يسلمك. هلا خالتي، هلا هلا، شلونك؟ الحمد لله. هلا مطلق، هلا شلونك؟ حياك. حيك. هلا، حي الله مني. نورت الديرة. وينكم يا ابوك؟ رحتوا وهذا وجه الضيف؟ خليت قلوبنا تشاغب عليكم. عجل، وين رجلك؟ تغدى وطلع، عنده شغل بيخلصه وبيجي. شلونك خالتي؟ بخير. شلون مغايب وجيرانك؟ كله بخير الحمد لله. اقول طلق، روح عند مغايب وقول لها ان احنا وصلنا هني. بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال طاق له طريق طويل، خلي ياخذ نفس. روحي نادي جيرانك. خالتي مسالم ما تقدر تطلع، ليش انها بالعده؟ أجل يلا روحي نادي بنتها، يا حلوها من بنت. على مرج، على مرج خالتي. أمي وخالتي يوم الفنطاس يا بوني. الحين اي الحين. لو ما تبي اشتغل مع ابوي مو لازم اهده واشوف لي شغله ثانيه. هذا مو شغلي، هذا رزقك ورزق عيالك، بس هذا مو صيدي. أنا ما بيروح بيت في حصه ولا أبوك. خالتي حياها الله بأي وقت، بس أنا لازم أهد الشغل. يقعد أبوي كل يوم يقطع عليه كم كلمة ما أتحمل. والله كيفك، بس أنت كذي ما تلزمني أروح وياك. لا يبا كيفك، أنا بعد ما لي خلق الحنة والنجرة كل يوم. أنا إذا ولهت على أمي أمرهم. حافظك الله. حيا الذيبة. الذيبة اللي تمغر بطنك إن شاء الله يا الشيفة. علامك علامك، أمزح معك علامك يا الغالية. ما بيك تمزح معي، علامك يا الغالية. مساء أنا ذيبة، حين صرت غالية ها؟
اسمعين زين، ابوك وامك بيت اخوك، يلا قمي امشي معاي. يلا 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 اذلف اقلب الباب، اقلب الباب يلا، برا انطرني على مذاهب روحي وتربع. يلا قوم. انا ادري بتذلفيني، لا عندك لا شاهي ولا قهوه، حجره انت حجره. عاد الشاهي والقهوه حق اشكالك. يلا 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 قوم قوم. قالوا عاد تصير لنا من بعيد ماين يا ايو تربع بالدار. مبارك مبارك. الناس مسيان، من طالع؟ وتبني ولي، انا قلت لك دامك انت معزمه على رايك ما اقدر اواصل الشغل مع ابوي. شلونك بعد خالتي؟ الله يسلمك يا بعد عمري بنيتي الحلوة، شلونك انتي؟ الحمد لله زينة. أشوف أمي عودة وأشوفك وما استانس؟ كلنا والله استانسنا، وإن شاء الله عاد يقعدون عندنا كم من يوم. كان زين. أنا بقعد، أدري فيك خانة حيلي، متضايقة، العدة طويلة عريضة، ما هي يوم ولا هي يومين، 14 أيام. الحمد لله على كل حال، وأدري فيك ما تقصرين، بس عاد نبي ابن العودة تقعد عندنا. لا بالله بقعد، والهانة على ولدي وولده وعليكم، ويمكن ألين راس بمبارك ياخذ حصة. بياخذها إن شاء الله، هو يعني وخطبها قبل وفاة أبوها، بس عاد كل اللي عطنا وفاة أبوها الله يرحمه. كلها أيام وتمر، وإن شاء الله ناخذ هالبدرة شنه لنا. وش هذا يا جدي؟ وش هذا؟ من جينا هي وبنتها عند الجيران؟ بس بس وراك ما مريت مبارك يا طلق، وكاد انه مع ابوه. رجس بطه، مو قلت انه واصل لنا قريب؟ هذا احنا دخلنا نص الليل. الغايب عذره معه يا عمي، الله يجيبه بالسلامه ان شاء الله. ها نسري. ايه مستعيل على السروة. ليش انا راحتك هنا؟ وبعد مرتك ميم قصرة، لكن الحب عاميك. بالعون صدقت يا ابو مزعل، مرات اصارخ عليها وقلط عليها، ليش انا ميم اعطتني فتشة احط بالي على غيرها؟ قايمة بواجبها صوبي، ودي ودي انها تغلط، لكن ابد ابد يا ابو مزعل. انا اللي شايفة انه ما فيك علاج، لكن لازم تصبر لما امها تطلع من العده. كان زين، ليش انه مبارك بين الشك واليقين، وهذا اللي ماذيها وكاسره خاطري. يعني اللي عرست انت مي كاسره خاطرك يا ريال؟ مره واحده احسن من المحاتاك اليوم. وراش ما تنامين هنيه يا مره، انت جايه تزورين بيت الجيران ولا بتزورين بيت ولدك؟ انت تدري اني انا ما طيقها ولا هي تطيقني، انا قلت باي بوسع صدري، ليش انهم حريم ما عندهم رجاجيل، وبنام انا وبنتي فيها شيء؟ الحرمه بينكسر خاطرها، عندها قريبتها نايمه معها. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يمي. هلا يبا. هلا يبا. هلا. وراك يا ابوك ابطيت؟ امرتك قالت انها رايح قريب، وهذا احنا
نصايف الليل. متى جيتوا؟ من العصر. تعشيت؟ الحمد لله. الأهل تعشوا. الحمد لله ما قصرت النشمية. يلا أنا بروح بيت أم سالم، تمسون على خير. يمه يمه ايش دعوه؟ دور زايده عندنا. ادري بس بروح اتعتم مع الناس الطيبين. فرشتك حول ابوك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله. عاد اقول لكم، قال السلطان أبيكم تطلعوا لها البنية من تحت القاع. كان ينط واحد من اللي قاعدين، كان يقول له يا مولاي البنية هذه ينية. يما بسم الله عليك. عسى ما طافني وايد من الحزاوي. ما طاف. تعالي تعالي ارتاحي. لا 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 يسي انتي، أنا بجلسني مرتاحة. عفا عليك يا الغالية، حظك بالبايت مو بالفايت. نرد لك الحزاوي كلها من اول يد ويديد. عيال قولي اذا يدها الحزاوي تخرع. صباحك الخير. صباحك الخير يا هلا. شنك ما نمت؟ الحين بنام. الناس قاعدة وانت الحين تنام؟ قاعد بطالي، لا شغل ولا عمل، انام اي وقت. وش حقة لحن؟ أنا ما قلت لك لا تعاون أبوك. اللي بيقطع ملزوم يقطع كل شيء.